برأيي نحن نطبق استراتيجيتي بالشغل، إذا منعمل مثلك رح نفشل. والله أنا رح غامر، إذا كنت خايف هي مشكلتك. بدك تغامري؟ مانك فهمانة شي بالتجارة، بس عم تمثلي بهالشي. برأيي لازم تدرسي أدب. برأيي أنت كمان لازم تدرس مسرح. شو أعمل؟ لو ما كنت مجبورة ما كنت اشتغلت معك. يعطيكم العافية. شو عجبتك ركبة الباص؟ إذا ركبة الباص رح تخليني طول الطريق ضامن مرتي الحلوة أنا ما عندي مشكلة. أنا كتير عم بشتاق لك. وأنا كمان عم بغصب حالي على النوم لأنه بعرف إنه في بيناتنا كم درج. بيضل الشوق كتير قليل قدامي اللي أنا عم حسه. وجودك معي بهداك البيت وبيعطيني قوة بس. بتضايق كتير لأنك مو جنبي. رح يمضى. وأهلنا أكيد رح يتغيروا. بعدين ما رح يجي ولا يوم إلا رح نكون نحن مع بعض. أنا لازم أخذ سيارتي هلأ. صاير شي؟ لا ابدا. صح الوضع خطير بس حبيت اجي. ليش بقى؟ لانه القبطان معزوم على العشاء؟ لك امبارح مو كان مع محمد فابي حب انه يتشكروا على وقفته. هذا اللي صار، ليش هيك عم تطلع؟ انا ماني منتبه كيف اطلعت. امير هداك الزلمه تعشى معكم وقعد على نفس السفرة وأنا قاعد هون. شانسو تعالي.
انت روحي على البيت واللي بدك اياه بيصير. لبينا ما هني لقوا بيت، نحن رح نكون ببيتنا، ما هيك؟ نكون نحن ببيتنا؟ بدي يكون دافي كتير وكمان صغير، شي يسعنا نحن الاثنين لحالنا، ما فيه عفش كتير، ويكون له جنينة صغيرة كمان، وحتى لو ما كان في جنينة معلش مو مشكلة، بحبك وانت هيك عم تطلع فيني. خليكي عم تحكي وعم تتخيلي، وبكل الأحوال رح ضل اطلع فيكي. كنت عارفان انه هو بده يطلق لك كلثوم؟ بعرف. كنت عارفان من الاول انه ما رح يكمله. ماشي معك حق، لازم نوقف على الحياد بهذا الموضوع. ما فينا نكون حياديين وما فينا نلاقي حل. طيب شو لو كان ضربك؟ حبيبتي أنا كثير منيح، مو صاير لي شيء، لا تخافي. أنا كنت بدي أجي لعندك بس ما قدرت أطلع، كنت عارفاني إنه رجعتي صعبة بس ما توقعت تكون صعبة لهالدرجة. يا ريت لو فيي يشوفك أمير. حتى صورتنا ما عم بقدر اطلع فيها ابنه، وكمان ما عم بقدر خبي رسائلك، بس أنا لما بشوفك بنسى كل همومي. أنا ما رح أركب بالباص، شو رأيك نطلع مشوار قبل الدوام؟ تعال نطلع لشي مكان. ماشي. ألو أمير؟ أنا ما رح أركب بالباص، شو رأيك نطلع مشوار قبل الدوام؟ تعال نطلع لشي مكان. ماشي. اللي عايشين فيها كأنه عم تصرخ وتقول تعا عايش حياتك عندي. نحن امتى رح نعيشها؟ رح نعيشها، رح نعيش حياة هالمدينة وحياة زوجنا. احيانا عم بنسى حالي وعم بقول خلينا نروح ونخبر الكل انه تزوجنا، بس لما بتذكر حالة بابا لما كان بالمشفى ما عم بقدر اعمل هذا الشيء. صاير شي معك بالبيت؟ لا نفسه، ما في شي جديد. كأنه صاير شي معك؟ ما في شي، خلص انسى. ليك نحن هلا هون، وانا هي المرة الأولى اللي بطلع فيها مع جوزي. كنا نتابع الأفلام التركية القديمة، كنا نبكي ونتأثر. الحياة أحياناً بتجسد واقع الأفلام التركية. دخيلك. ابن صاحب المعمل النسونجي وقلبه سيء، والبنت اللي بترفضه بتكون فقيرة وعندها كرامة. لا تمزح معي هيك مزحات. طيب عداوة بين العيلتين. شو رأيك تجيب كرسيك وتخلي البنت الفقيرة تتفتل حواليك؟ لا تكملي، لأنه نحن ما رح نفترق أبداً.